الظهيرة من الميادين والبداية مع العناوين. واشنطن تقر بإسقاط طائرة مسيرة لها. أعلنت طهران أنها انتهكت الأجواء الإيرانية. وقائد حرس الثورة يؤكد الجاهزية للرد على المعتدين. الجيش اليمني يستهدف قوات تحالف السعودي قبالة نجران وفي جيزان. والكونغرس يصوت اليوم لمنع ترامب من بيع أسلحة للرياض وأبوظبي. كالامار تؤكد للميادين أن هناك أسئلة حول مسؤولية بن سلمان عن قتل خاشقجي، وتقول إن احتجازه الحريري كان إذلالا وعملا غير طبيعي. أن تسحب قواتها من الأراضي السورية، لأنها إذا لم تفعل فهي قوات احتلال. المعلم يدعو عبر الميادين تركيا إلى التوقف عن تسليح المجموعات الإرهابية وإلى سحب قواتها من سوريا. 24 حكما بالسجن مدى الحياة على متهمين بمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا عام 2016. وفي الظهيرة وصول الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى بيونغ يانغ في زيارة تاريخية تستمر يومين. مساء الخير. أقرت واشنطن عبر مسؤول فيها أن طائرة مسيرة أمريكية أسقطت بصاروخ أرض جو إيراني فوق مضيق هرمز. الإقرار الأمريكي يأتي بعد ساعات على إعلان حرس الثورة الإسلامية في إيران عن إسقاط طائرة تجسس أمريكية فوق أقليم هرمزجان جنوب البلاد. دائرة العلاقات العامة في حرس الثورة أكدت في بيان أن دفاعات القوات الجو فضائية أسقطت طائرة مسيرة من نوع جلوبال هاوك خلال محاولتها اختراق أجواء منطقة كوه مبارك. وكالة إرنا نقلت عن مسؤول في حرس الثورة الإسلامية في محافظة هرمزجان أنه تم استهداف طائرة تجسس أمريكية في منطقة جبل مبارك بعد اختراقها الأجواء الإيرانية، وأن حطام الطائرة سقط في رأس الشير التابعة للمياه الإيرانية. ووفق المسؤول العسكري فإن العملية جاءت بعد عدة مرات من خرق الطائرات الأمريكية المسيرة للأجواء الإيرانية في الخليج. وأضاف أنه في خلال الأيام الماضية ازدادت طائرات الاستطلاع التجسسية في مياه الخليج مترافقة مع خرق للأجواء الإيرانية. الخارجية الإيرانية دانت على لسان المتحدث باسمها عباس موسوي خرق طائرة استطلاع أمريكية للأجواء الإيرانية. موسوي حذر من أن خرق أي خرق للأجواء الإيرانية ومن أي اعتداء على الجمهورية الإسلامية، محملا من وصفهم بالمعتدين كامل المسؤولية عن تبعات أمور كهذه. قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أكد أن طائرة التجسس الأمريكية التي أسقطها حرس الثورة دخلت المجال الجوي الإيراني. وفي كلمة له لمناسبة ذكرى شهداء محافظة كردستان أكد سلامي أنه ليس لدى إيران نية للحرب. إسقاط هذه الطائرة يحمل رسالة واضحة، وهي أن المدافعين عن حدود إيران جاهزون للرد بحزم على من يعتدي على حدودنا. من يعتدي على حدودنا سيتم القضاء عليهم. أعلنا أنه لا نية لدينا لشن حرب مع أي بلد، لكننا جاهزون لها. وما حدث اليوم هو رسالة واضحة حول هذا الأمر. قوة إيران مجربة في العالم، والشعب الإيراني صامد ويرفض التفاوض مع أمريكا. وبعد إسقاط طائرة أمريكية مسيرة قرب الخليج، قالت وكالة رويترز أن سعر خام برنت ارتفع إلى أكثر من دولارين، وارتفعت أسعار النفط 2.5% إلى 63 دولارا للبرميل بدعم من مؤشرات على تحسن الطلب في الولايات المتحدة. وفي الوقت الذي اتفقت فيه أوبك ومنتجون آخرون على موعد لاجتماع لمناقشة تخفيضات الإنتاج. وحول هذه الحادثة لإسقاط هذه الطائرات التجسسية الأمريكية من قبل الحرس الثوري الإيراني، انضم إلينا هنا في الاستديو مدير مكتبنا في طهران ملحم ريا. أهلا بك ملحم. وأيضا الزميل منذر سليمان مدير مكتبنا في واشنطن. أهلا بك منذر. اسمح لي أن أبدأ معك ملحم. يعني بطبيعة الحال ردود الأفعال واضحة بالنسبة بالتصدي الإيراني لأي اعتداء. يبدو أن هذا الاعتداء قد حصل، بالرغم أنه بالبداية كان هنالك نفي أمريكي. اليوم وكالة رويترز قبل قليل قالت هنالك اعتراف رسمي من قبل مسؤول أمريكي. ماذا يعني ذلك ملحم بالنسبة للإيرانيين نتحدث؟ وفا، في الحقيقة هناك عدة رسائل من خلال إسقاط هذه الطائرة، طائرة التجسس الأمريكية، يمكن قراءتها. في الحقيقة
أولا، هذه الحادثة تظهر القدرة الإيرانية. إيران تحاول، هذا الأمر أكده على كل حال قائد حرس الثورة العميد اللواء حسين سلامي خلال كلمته، قال بأن هذا الأمر يظهر القوة والجاهزية الإيرانية. إيران تظهر جاهزيتها، هذه رسالة أولى، تظهر قدرتها العسكرية من خلال إسقاط هذه الطائرة الأمريكية المتطورة جدا، ويمكن أن نأتي على ذكر طبعا بعض التفاصيل الفنية لهذه الطائرة التي تعد من أكثر الطائرات الأمريكية تطورا في الحقيقة. يعني هناك منظومة، هي منظومة الثالث من خرداد أسقطت هذه الطائرة، وهي منظومة إيرانية محلية الصنع. من ضمن منظومات دفاعية إيرانية متعددة، هناك منظومة شبيهة بمنظومة S-300 الروسية أطلقتها إيران وكشفت النقاب عنها قبل فترة، اسمها بافر، بالإضافة إلى منظومات أخرى. نحن نتحدث عن قدرة عسكرية إيرانية حقيقة متكاملة، برا وبحرا وجوا. هناك توربيدات أيضا كانت قد كشفت عنها إيران قبل فترة، تستطيع إصابة حاملات الطائرات الأمريكية بدقة متناهية وإغراق هذه الحاملات. ويعني عندما أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية حاملة الطائرات إبراهام لينكولن، مسؤول في حرس الثورة، قال بشكل واضح بأن لدى إيران سلاحين سريين يستطيعان إغراق هذه الحاملات الطائرات والمدمرات الأمريكية في المياه الخليجية إلى قعر البحر. بالتالي إيران تحاول من خلال طبعا هذه الحادثة إظهار قوتها، إظهار جاهزيتها للرد على أي اعتداء على أراضيها. غير ذلك أيضا هناك رسائل أخرى، هذه الحادثة تظهر بأن الولايات المتحدة الأمريكية تنتهك الأجواء وسيادة الدول، يعني خلافا للقوانين ولكل المعاهدات الدولية. ولكن تنصلت ملحم لتقول الأجواء إيرانية، هي تقول بالأجواء فوق مضيق هرمز، ولكن أجواء دولية وليست، صحيح، هذا عدا عن الطائرة التجسسية. صحيح صحيح، ولكن في التفصيل الإيراني، هذه الطائرة دخلت إلى الأجواء الإيرانية في محافظة هرمزجان، تحديدا في جبل مبارك، فوق منطقة جبل مبارك، وتم إسقاطها في منطقة رأس الشير في المياه الإقليمية الإيرانية. يعني أسقطت الطائرة بحسب المعلومات الإيرانية، أسقطت الطائرة في المياه الإقليمية الإيرانية، وهذه ليست المرة الأولى بحسب مسؤول في حرس الثورة في محافظة هرمزجان، ليست المرة الأولى التي يعني تخرق طائرات استطلاع أمريكية الأجواء الإيرانية. ولكن يبدو أن إيران قرر هذه المرة توجيه رسالة واضحة وحاسمة للولايات الكلام المتحدة، إلى يعني القول إلى فعل ما سمعناه من المسؤولين الإيرانيين بالأيام الماضية، أنه صحيح. أي اعتداء سوف نرد عليه. كانت تخرق الأجواء الإيرانية من قبل طائرات المسيرة الأمريكية في المرات السابقة، ولكن كانت مرصودة بدقة من قبل الإيرانيين، إنما قررت إيران هذه المرة توجيه هذه الرسالة. طبعا هناك رسائل أخرى لابد من التحدث حولها. هل تسمح لي يعني قبل أن نتحدث عن تداعيات سياسية وبطبيعة الحال لهذه الحادثة سوف يكون أيضا سترخي بظلالها على الوضع القائم بالمنطقة، لأنه الأحداث تتوالى لحظة بلحظة وليس فقط ساعة بساعة ملحم. ولكن بما يتعلق منذر بما ذكره تحديدا الزميل ملحم، أنه هنالك قدرة عسكرية، وكأنه ترجمت إيران ما كانت تقوله بالأيام الماضية منذ الشهر الفائت أيار، أن أنها سوف ترد على أي اعتداء. ولكن ما الذي تريده أمريكا من هكذا رسائل توجهها عسكرية إلى إيران؟ هل تدق طبول الحرب؟ يعني بداية، المشهد الأمريكي ليس في وضعية أزمة بسبب إسقاط الطائرة، وهذا ملفت، بمعنى أن الإعلام الأمريكي صحيح أنه أشار إلى إسقاط الطائرة، ولكن عادة ما يتم وضع التغطية في نطاق أنها أزمة قائمة ويفترض أن يتم الرد عليها. حتى الآن الشعور العام بأنها يتم تطرق إليها بطريقة عادية وليست بطريقة لنقل أنها تغطية استفزازية أو تغطية تبشر بخطوات لاحقة. هذا يعني أن الموقف، حتى الموقف القيادة العسكرية التي أصدرت بيان تقول بأنها يعني أو تصريح تقول بأنها لم تدخل الأجواء أو تخترق الأجواء الإيرانية، هي أيضا محاولة لتخفيف
مسألة أنه ليس هناك تصرف عدواني من قبل الولايات المتحدة، ولكن يعني هناك مفارقات في الوضع الأمريكي، منها أنه يعني موقع ديلي بيست المشهور يعني بمتابعته للأخبار الإدارة والأخبار الخاصة، يقول أن كان هناك توجيهات من الرئيس ترامب بتخفيف لهجة التهديد ضد طهران يعني لتخفيفها من قبل أعوانه. طبعا يرافق ذلك أن بومبيو زار مقر القيادة المركزية في أمر يعني غير مسبوق أن يزور وزير الخارجية وليس وزير الدفاع مقر القيادة المركزية في تامبا فلوريدا، ويقول حتى هناك كان التصريح العلني بأننا لا نرغب في الحرب مع إيران. إذن المهمة المفترضة لهذه الطائرة هي طائرات مراقبة، ويفترض أن مهمتها بسبب ما تم من هجمات على ناقلات النفط أنها تحاول مراقبة سير هذه الناقلات وسير الملاحة الجوية، وليس الاقتراب من الحدود الإيرانية. إذن هنا يعني التبرير الأمريكي تبرير بأنها رحلة عادية وليست بقصد تجسس أو متابعة المواقع الإيرانية أو التحركات الإيرانية، تفضحها مسألة المكان كما ذكر الزميل ملحم، المكان الذي أسقطت فيه الطائرة. يضاف إلى ذلك أنه جرى حتى في يوم الهجمات على الناقلتين قبله بساعات أيضا تم استهداف إحدى الطائرات ولم تسقط، طائرة مشابهة كانت تقوم بها. إذن الأسطول الخامس الأمريكي يرسل هذه الطائرات دائما ويحاول بالتأكيد إيجاد يعني استقاء معلومات حول حركة القوات الإيرانية وتحركاتها. بالمجمل نستطيع القول أنه حتى الآن لم يؤدي إسقاط الطائرة إلى وضع متصاعد بالدعوة إلى ردات الفعل. وحتى علينا أن نذكر أنه حتى بعد اتهام إيران بأنها ربما تكون أو هي وراء الهجمات على الناقلات، لم يقرن ذلك بخطوات أو بمواقف تهديدية تقول بأننا سنقوم بخطوات. إذن الوضع مستنفر، الوضع متوتر، تم إرسال 1000 جندي يعني لدعم، هو ليس مقاتل ولكنه لدعم القوات الأمريكية وللحماية ولدعم اللوجستي، ومع ذلك كل هذه الأجواء لا نشعر بأن المناخ في واشنطن مناخ يقرع طبول الحرب. لذلك منذر يعني بهذه الحادثة تحديدا هنالك تردد بالموقف الأمريكي، يعني البداية كان هنالك النفي بعدين الاعتراف، فيما بعد الاعتراف فوق بالأجواء الدولية التي وصفها المسؤول الأمريكي لوكالة رويترز. ولكن هل تسمح لي، يعني معروف بأنه ترامب هو اللاعب المغامر يمكن القول ملحم، إذا كان لا يريد الحرب كما يقول منذر، ليس هنالك يعني من ردود أفعال قوية لما جرى اليوم ويحاول تخفيف الأمور؟ حتى قبل أيام ترامب يقول أنه الحادثة لا تستحق كل هذا الضجة وخفف من قضية بحر عمان. إيران يعني ما هو المطلوب منها بالنسبة تعتقد منها أمريكا؟ هل تريد إعادة مسار المفاوضات السياسية عبر هكذا ضربات تكتيكية عسكرية؟ في الحقيقة ينظر الإيرانيون لهذه الممارسات من قبل الإدارة الأمريكية على أنها حرب نفسية. أولا إرسال محاولة إرسال القطع البحرية والحربية إلى المنطقة من حاملات الطائرات إلى الجنود الأمريكيين إلى الآن حديث عن إرسال باتريوت إلى المنطقة، كل هذا تراه إيران في إطار الحرب النفسية. ما هو الهدف منها برأي الإيرانيين؟ الهدف واضح، وهو الضغط على إيران لإخضاعها للشروط الأمريكية والإملاءات الأمريكية وسحبها إلى طاولة المفاوضات بناء على هذه الشروط، لتكون المفاوضات تتضمن 3 نقاط رئيسية. النقطة الأولى تتعلق بالبرنامج الصاروخي، ومعروف بأنه البرنامج الصاروخي هو السلاح الاستراتيجي الفعال الذي تمتلكه إيران، وهذا الأمر ليس سرا. النقطة الثالثة تتعلق بالبرنامج النووي، ترامب لا يريد اتفاق نووي
فقط يتعلق حتى بمدة زمنية حتى 2025، إنما يريد أبعد من ذلك. النقطة الثالثة وتتعلق بحضور إيران في المنطقة ودعمها لفصائل المقاومة. هذه النقاط الثلاثة هي النقاط الرئيسية التي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية خلال أي مفاوضات مقبلة مع إيران طرحها على الطاولة. وطبعا هذا الأمر مرفوض كليا، يعني حتى فكرة التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية كان واضح. السيد علي خامنئي المرشد الإيراني كان واضح خلال لقائه مع رئيس وزراء اليابان شينزو أبي، كان واضحا بشكل كلي أن لا مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن ليس هنالك نية أيضا للحرب، واضح من التصريحات سلامي اليوم يقول ليس لدينا نية أيضا. صحيح صحيح صحيح. هذه من الرسائل حقيقة التي توجهها إيران من خلال إسقاط هذه الطائرة. بالرغم من إسقاط هذه الطائرة وبالرغم من حدة التوتر والاستفزاز الموجود في المنطقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، إلا أن إيران حريصة جدا على توجيه هذه الرسالة بأنها لا ترغب بالحرب. هذا الكلام قاله قائد حرس الثورة حسين سلامي، بالإضافة إلى علي شمخاني المتواجد حاليا في روسيا رئيس مجلس الأعلى. نعم، رئيس مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بالرغم من أنه قال بأنه الأجواء الإيرانية هي خط أحمر ولكن إيران لا ترغب بالدخول في أي حرب. على فكرة وباختصار شديد، حقيقة إسقاط هذه الطائرة برأي الكثير من الخبراء لا يعد تصعيدا، يعني قد يؤدي بتدحرج الأمور باتجاه الهوية أو باتجاه الحرب. كيف يقرأ؟ إن بالعكس قد يكون حقيقة يحد من دخول الولايات المتحدة في الحرب، لأنه السبب الرئيسي لعدم دخول إدارة ترامب في الحرب حاليا برأي العديد من الخبراء الإيرانيين هو الخوف من القدرة العسكرية الإيرانية القوية ومن ردة الفعل، لأن النتيجة حرب شاملة والنتيجة برأي الكثير من الخبراء ستكون نتيجة سلبية بالنسبة للإدارة الأمريكية في حال خاضت حرب. كل المصالح الأمريكية ستكون معرضة للخطر. هذا هو السبب الرئيسي لعدم دخول الإدارة الأمريكية في حرب. وبالتالي عندما تظهر إيران جزء من قدرتها الفعلية والحقيقية من خلال إسقاط هذه الطائرة، طائرة التجسس التي دخلت الأجواء الإيرانية وخرقت السيادة الإيرانية بشكل فعلي، فإن هذا الأمر أيضا يحد من دخول بحرب، وستفكر القيادة الأمريكية ألف مرة قبل الذهاب باتجاه هذا الخيار. هذا واضح يعني من كل التصريحات الأمريكية أيضا ملحم هذا التخوف الكبير لدى المسؤولين الأمريكيين. وبطبيعة الحال الأيام المقبلة هي التي يعني سنشهدها ستبرز إذا ما كان هنالك تصعيد عسكري أم الأمور ستقف عند هذا الحد. شكرا جزيلا لك الزميل ملحم ريم مدير مكتبنا بطهران، وأيضا الشكر موصول لك الزميل منذر سليمان مدير مكتبنا في واشنطن. استهدفت القوة الصاروخية للجيش اليمني قوة التحالف السعودي في الصحق قبلة نجران بصاروخ باليستي من نوع بدر اف، وفق ما اكد مصدر عسكري يمني. وكانت القوة الصاروخية اليمنية قد قصفت محطة للكهرباء في الشقيق بجيزان السعودية بصاروخ كروس. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أعلن أن الضربة الصاروخية قبالة نجران استهدفت تجمعات كبيرة للتحالف السعودي وأن الإصابة كانت مباشرة. سريع أكد أن الهجوم أدى إلى سقوط العشرات بين قتلى وجرحى مصيبا القوات السعودية بالذعر بحسب تعبيره. إلى ذلك هز انفجار كبير صباح اليوم العاصمة اليمنية صنعاء، وأفاد مراسلنا بأن الانفجار نجم عن استهداف طائرات التحالف السعودي مطار العاصمة صنعاء. نفذ ناشطون حقوقيون وقفة احتجاج أمام مكتب الأمم المتحدة في صنعاء تنديدا بتقديم المساعدات الفاسدة لليمنيين. التفاصيل مع أحمد زبيبة. نرفض هذا الابتزاز، نرفض هذا الابتزاز. لن يفرط اليمنيون في كرامتهم مقابل فتات فاسد من المساعدات الإنسانية، هكذا اتهم اليمنيون منظمة الغذاء العالمي بتقديم مساعدات فاسدة ومنتهية الصلاحية خلال وقفات احتجاج شهدتها صنعاء لناشطين حقوقيين أمام مكتب الأمم المتحدة. برنامج الغذاء العالمي في اليمن أصبح أداة استخباراتية قذرة تقوم بتسييس العمل الإنساني وتحويل المساعدة الإنسانية إلى ورقة ضغط وابتزاز لأبناء الشعب اليمني للحصول على أهداف تخدم دول العدوان ودول التحالف. خرج الشعب اليمني اليوم ليقولوا لن نبيع كرامتنا مقابل فتات فاسد.
سياسة التجويع نهج تتخذه الأمم المتحدة، اتهام آخر يأتي بالتزامن مع إعلان حكومة صنعاء منع دخول 4 بواخر وضبطها لبرنامج الغذاء العالمي كانت محملة بمواد غذائية تالفة منذ بداية العام الحالي، بينها 120,000 كيس من القمح الذي انتهت صلاحيته. اليوم منظمة الغذاء العالمي هي بنفسها تمارس سياسة التجويع وسياسة الحصار ضد الشعب اليمني وتمارس أيضا سياسة الابتزاز، فهي تريد أن تلزم الشعب اليمني بأن يأخذ مساعدات ومعونات فاسدة وهي حتى غير صالحة للاستخدام الآدمي أو يصبر. هذا وكانت الهيئة الوطنية للشؤون الإنسانية في صنعاء قد كشفت عن ميزانية برنامج الغذاء العالمي لعام 2019 والتي تقدر بأكثر من 2 مليار دولار. تبديد واستغلال لمعاناة الشعب اليمني على حساب كرامته بتقديم مساعدات دولية فاسدة، هكذا يقول حقوقيون يمنيون، وهو ما يخالف كل مبادئ العمل الإنساني النبيل. أحمد محمد زبيب، صنعاء، الميادين. هذا ويصوت مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم على تشريع يسعى إلى عرقلة خطة الرئيس دونالد ترامب لتجنب مراجعة الكونغرس بخصوص صفقة أسلحة للسعودية والإمارات بأكثر من 8 مليارات دولار والمضي قدما فيها. ورفض المشرعون قرار ترامب، أعلن حالة طوارئ تتصل بتهديدات إيران من أجل المضي قدما في مبيعات الأسلحة رغم اعتراضات الكونغرس. أكدت المحققة الأممية في قضايا الإعدام من خارج القانون الدولي أنيس كالامار، أكدت أنها تقدمت بالكثير من الطلبات للسلطات السعودية في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي من دون أن تتلقى أي رد حتى اليوم. وفي مقابلة خاصة مع الميادين أشارت كالامار إلى أن تحقيقا معمقا قد يكشف مسؤولية شخصيات سعودية كبيرة عن الجريمة ومنها ولي العهد. ما عرضته في تقريري هو وجود أدلة تؤكد وجود أسئلة جوهرية طرحتها وتتطلب التحقيق بطريقة احترافية للإجابة عليها، وخلصت في التقرير إلى أن مسؤوليات المسؤولين بمن فيهم السيد بن سلمان لا تقتصر على إعطاء أمر القتل أو لا. كالامار أوصت بأنه يجب على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين خبراء في التحقيقات الجنائية لإجراء تحقيقات معمقة في قضية خاشقجي. بوضوح أن السعودية لم تتعاون مع التحقيقات التركية بالشكل المطلوب منها كطرف متهم بهذه الجريمة. تحدثت في التقرير أيضا عن مشكلات في التحقيق السعودي، لكنني أيضا تحدثت عن أن تركيا تعاملت بحذر شديد في التحقيق وأنها لم تطبق أمورا ترتبط بالقانون الدولي بسبب خوفها من رد الفعل السعودي. المحققة الأممية أكدت وجود تسريبات لم تطلع عليها تملكها واشنطن وتؤكد أن حياة خاشقجي كانت في خطر. أعرف أن أمريكا تملك تسريبات تشير إلى أن حياة خاشقجي كانت في خطر. لم يسمح لي بالاطلاع على هذه التسريبات ولم أتحدث مع مصادر هذه التسريبات، ولذلك لا يمكنني اعتبارها دليلا صلبا، وهذا لا يعني أن التسريبات غير موجودة أو أنها غير صحيحة، بل هذا فقط يعني أنني لا أملك المعطيات الكافية للتأكيد بأن أمريكا وتركيا فشلتا في حماية خاشقجي. كالامار أكدت أن المجتمع الدولي لم يقم بخطوات ضرورية ضد السلطات السعودية، ووصفت احتجاز رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري بالإذلال. احتجاز رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري هو إذلال، وهو تعامل سيء من السلطات السعودية وتصرف غير طبيعي بوصفه احتجاز رئيس حكومة دولة أجنبية، ولهذا وضعت جهدا لأفهم ما حصل ولأستنتج ما إذا كان أفراد متورطون في خطف الحريري قد وردت أسماؤهم في قضية خاشقجي. هذا وتصدر تقرير المقررة الأممية الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء أنيس كالامار الذي ربط مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تصدر العناوين العريضة للصحف الغربية الأوروبية والأمريكية. هذه العناوين سنطلع عليها مع الزميلة مريم عثمان. إليك مريم. شكرا لك وفاء.
أهلا بكم مشاهدينا. كالامار عبدت الطريق لمحاسبة قتلة خاشقجي، والآن على غوتيريش والإف بي آي وزعماء الكونغرس تحمل المسؤولية والمتابعة. عنوان عريض لمقال صحيفة واشنطن بوست الافتتاحي التي شددت فيه الصحيفة الأمريكية على أن خاشقجي تعرض لجريمة قتل متعمدة تتحمل السعودية مسؤوليتها، وأن التفاصيل المروعة التي كشفت عنها كالامار جاءت بعد اطلاعها على تسجيلات داخل القنصلية لما قبل وما بعد الجريمة وأثناء تنفيذها. صحيفة واشنطن بوست أشارت في مقال آخر إلى أن الحقائق المخيفة الجديدة بشأن قتل خاشقجي تؤكد الصفقة القبيحة التي أبرمها ترامب مع السعودية، وأن إدارة ترامب اتخذت قرارا حاسما بعدم محاسبة السعودية على قتل خاشقجي بسبب أهميتها كحليف اقتصادي ومشتر للأسلحة. صحيفة نيويورك تايمز عنونت من جهتها: السعوديون أطلقوا على خاشقجي اسم الأضحية في انتظار قتله. وكتبت في مقالها أن التقرير يمثل تحديا جديدا لترامب الذي احتضن ولي العهد السعودي كحليف محوري وسعى إلى تجنب لومه على مقتل خاشقجي. صحيفة الغارديان البريطانية كتبت: إحدى الطرق لتكريم خاشقجي تعلم الدروس من جريمة قتله. الصحيفة انتقدت موقف واشنطن ولندن في تشجيع الرياض من خلال بيعها أسلحة، كما أكدت الصحيفة في مقال آخر أن حسابات صحفيين لديها تعرضت للقرصنة من قبل وحدة سايبر سعودية بعد قتل خاشقجي. صحيفة بيلد الألمانية كتبت تحت عنوان: الأمير الدموي أعطى الأوامر بقتل خاشقجي، نقلا عن خبير في السياسة الخارجية أن تقرير كالامار لن يغير شيئا من قوة سلطة ابن سلمان، مشيرة إلى أن ولي العهد السعودي سيعتمد على علاقته الوثيقة مع ترامب الذي سيدعم بدوره السعودية رغم التقرير الأممي بسبب عدوهما المشترك المتمثل بإيران. صحيفة لو فيغارو الفرنسية تساءلت أخيرا: هل سيضع التقرير الجديد محمد بن سلمان تحت الضغط؟ على الأرجح لا، لأن كالامار ستقدم تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لكنها مثلها مثل جميع خبراء الأمم المتحدة المستقلين لا تتحدث نيابة عن الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الدعم المتجدد لمحمد بن سلمان من قبل أبيه وترامب أخرجه من قضية خاشقجي المأساوية وأعاد إليه قوته. والآن عودة إليك وفاء. شكرا لك مريم على هذا التفصيل لكل عناوين البارزة في الصحف الغربية، خصوصا فيما يتعلق بالتقرير الأممي بمقتل الصحفي خاشقجي. دعا وزير الخارجية السوري وليد المعلم تركيا إلى التوقف عن تدريب المجموعات الإرهابية وتسليحها، وربط تطبيع العلاقات معها مستقبلا بالتزامها بهذه الأمور. جاء ذلك في مقابلة مع الميادين ضمن برنامج المشهدية. أن تطبق اعترافها باستقلال ووحدة الأراضي السورية، أن تسحب قواتها من الأراضي السورية، لأنها إذا لم تفعل فهي قوات احتلال لا فرق بينها وبين إسرائيل. ثالثا، أن تتوقف عن تدريب وتسليح المجموعات الإرهابية، لأن التجارب أثبتت أن الإرهاب يرتد على داعميه. رابعا، نحن جاهزون لضمان أمن الحدود السورية التركية كما جرى اتفاق أضنة. نعم. طب مع الوزير، هذه بعض المعطيات، بعض المعطيات التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقة فيما بعد إن شاء الله إذا التزمت تركيا. وأكد المعلم أن سوريا لا تسعى إلى مواجهة عسكرية مع تركيا، لكن محاربتها التنظيمات الإرهابية أمر مختلف. بالتأكيد ليس استهداف عن عمد، لكن في الحروب تحصل هذه الأشياء، خاصة وأننا نعلم بأن تركيا هي التي تزود الفصائل الإرهابية بمختلف صنوف الأسلحة والتمويل. من هنا أقول وأنا واثق بأن ما حصل ليس متعمد
لكن هذا يحصل في الحروب وهو بالنهاية ضمن الأراضي السورية. المعلم اعتبر أن من غير المسموح به أمريكيا لقطر والسعودية وتركيا إعادة علاقاتها مع سوريا. بعد افتتاح سفارة الإمارات والبحرين بدمشق فورا جاء بومبيو إلى المنطقة، إلى منطقة الخليج، بدأها بمصر وقال لهم ممنوع عودة علاقاتكم مع سوريا، ممنوع أن تساهموا في إعادة أعمار سوريا، ممنوع عودة سوريا إلى الجامعة العربية. إذن ليسوا أصحاب القرار في هذا الشأن. المعلم أكد استمرار العملية السياسية انطلاقا من حقيقة أن موضوع الدستور هو شأن سوري يهم الشعب ويجب أن يلبي تطلعاته. أنا أقول بكل تأكيد أن العملية السياسية مستمرة منطلقا من حقيقة أن موضوع الدستور وشأن سوري يهم الشعب السوري ويجب أن يلبي تطلعات الشعب السوري. إذا اختلفنا حول بعض الأسماء، إذا اختلفنا على بعض الإجراءات، لا يعني أن العملية السياسية قد توقفت، بدليل ما زال المبعوث الأممي يصول ويجول بين عواصم عديدة وآخرها سيكون في نيويورك في قبل نهاية هذا الشهر. ميدانيا في سوريا أحبط الجيش السوري بمساندة الطائرات الحربية هجمات لتنظيم جبهة النصرة وحلفائه بريفي حماة وإدلب مكبدا المسلحين خسائر فادحة. تقرير بسانت الراف. تغيير خريطة الوضع الميداني في ريف حماه الشمالي فشل في تحقيقات تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المسلحة المتحالفة معه بعد أن أحبط الجيش السوري وحلفائه مخططهم ومنعهم من التقدم هناك. وحاول المسلحون بدعم عسكري تركي إحداث خرق على نقاط الجيش السوري في محور الجلمة بهجمات شديدة الضراوة، ولكن الجيش السوري تصدى لهم بدعم جوي مكبدا التنظيم خسائر فادحة بالأرواح والعتاد. ويقول مصدر ميداني إن المجموعات المسلحة المنتشرة في ريفي حماه الشمالي وإدلب الجنوبي كانت هدفا للطائرات الحربية السورية والروسية بعد شن غارات كثيفة على مواقعهم بريف حماه الشمالي وفي الجبين بالشمال الغربي وفي ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي، أسفرت عن مقتل العديد من المسلحين وجرح آخرين وتدمير عتادهم الحربي. المصدر الميداني يقول إن المجموعات المسلحة تستميت لتغيير الوضع الميداني في جبهات ريف حماه الشمالي وتحاول بشتى السبل ومختلف أنواع الأسلحة وبالعربات المدرعة المفخخة أن تخترق تحصينات الوحدات العسكرية المثبتة في المنطقة، مؤكدا أن كل محاولاتها على مدى الأيام الماضية باءت بالفشل الذريع. الظاهرة مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. إدارة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تحت وصاية الاتحاد الدولي. من جديد أهلا بكم. ونستأنف الظاهرة من تركيا، حيث حكمت محكمة تركية اليوم على 24 شخصا بالسجن مدى الحياة، بمن فيهم قائد سلاح الجو السابق ومستشار سابق للرئيس رجب طيب أردوغان بتهمة تدبير الانقلاب الفاشل عام 2016. وصدر بحق 17 منهم 121 حكما بالسجن المؤبد لإدانتهم بمحاولة إطاحة النظام الدستوري وقتل 139 شخصا ومحاولة اغتيال الرئيس وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول الحكومية. وحكم في الإجمال 224 شخصا بينهم نحو 20 جنرالا سابقا. رسائل التهويل الإسرائيلية التي تكفل الترويج لها مسؤولون سياسيون وعسكريون إسرائيليون في الأيام الماضية قابلها تشكيك في قدرة إسرائيل وجيشها على خوض الحرب المقبلة وتحمل تبعاتها. تقرير منال إسماعيل. كثفت إسرائيل في اليومين الماضيين من رسائلها التهويلية العسكرية والسياسية ضد محور المقاومة عموما وحزب الله خصوصا.
رسائل عكست في عقد جلستين متتاليتين للمجلس الوزاري المصغر في غضون 3 أيام، وفي الكشف عن مناورات قالوا إنها الأكبر التي يجريها الجيش الإسرائيلي هذا العام، وفي مواقف أطلقها كبار المسؤولين الإسرائيليين وفي مقدمتهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. الأمر استثنائي في هذا التوقيت بالذات. نتنياهو قرر عقد جلستين للكابينات استثنائيتين نسبيا في الأسبوع نفسه، وهي جلسات طويلة لم تحدد مسبقا. رسائل التهويل الإسرائيلية لم تقنع كثيرين في إسرائيل نفسها قبل من هم خارجها، حيث استمر نهج التشكيك في قدرات الجيش الإسرائيلي على خوض أي حرب مستقبلية وتحقيق النصر فيها، وهو ما حذر منه مفوض شكاوى الجنود السابق إسحاق بريك الذي يعد من أكثر المطلعين على خبايا وحقائق الجيش الإسرائيلي. الحرب المقبلة ستكون مشبعة بالصواريخ، هناك 200,000 صاروخ حول إسرائيل وسيسقط منها كل يوم بين 1,000 و2,000 صاروخ، بعضها يزن 100 كيلوغرام، أي نحن سنقصف بالصواريخ في أهداف استراتيجية ومدنية وعسكرية، وليس لدينا تشكيل صواريخ يستطيع وقف ذلك، حتى سلاح الجو غير قادر على وقفها أيضا. التشكيل اللوجستي للجيش الإسرائيلي ينهار، وهناك مشكلة في التركيز على الجيش النظامي لأن حجمه ومشاكله لا يسمحان له بتقديم استجابة في الحرب المقبلة المتعددة الجبهات، لا على مستوى الهجوم ولا على مستوى الدفاع. لذلك فإن حرب يوم الغفران ستكون نزهة صغيرة بالنسبة إلى ما سنراه في الحرب المقبلة. تحذيرات بريك تقاطعت أيضا مع تحذيرات مسؤولين رفيعي المستوى في المؤسستين الأمنية والصحية لجهة عدم القدرة على معالجة أعداد الإصابات الكثيرة التي ستسقط في الحرب المقبلة، ولأن إخلاء جنود أصيبوا في ميدان المعركة سيصبح أكثر تعقيدا جراء تحسن وسائل العدو القتالية، ولأن الجيش الإسرائيلي لم يبلور ردا لذلك بعد. وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى كوريا الشمالية في زيارة دولة تستمر يومين، وفي ظل مراسم رسمية وشعبية استقبل الزعيم الكوري كيم جونغ أون الرئيس الصيني الذي يعد أول رئيس صيني يزور كوريا الشمالية منذ 14 عاما بعد تدهور العلاقات بين الحليفين منذ الحرب الباردة. بدعوة من جمعية التضامن العربي اللاتيني خوسيه مارتي احتضنت مدينة صيدا في جنوب لبنان احتفالا تضامنيا مع كوبا وفنزويلا وفلسطين في قاعة مركز معروف سعد الثقافي. التفاصيل مع الزميل جمال الغربي. ليست فلسطين وكوبا وفنزويلا توائم من حيث وقوعها فريسة الاحتلال والإرهاب والهيمنة الاستعمارية فقط، بل هي توائم أيضا في مقارعة المحتل الصهيوني والإمبريالي ومقاومة أطماعه ومخططاته التي لا تختلف إلا في مسمياتها فقط. هنا تصبح التحية لهم أقل الواجب. نتوجه بتحية التضامن مع كوبا القلعة الاشتراكية ومع فنزويلا الصمود في مواجهة العدوانية الإمبريالية، كما نتوجه بتحية الشراكة النضالية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، الشعب الفنزويلي الصابر الصامت كما توأمه الكوبي، لم ولن نرضخ للضغوطات الإمبريالية الأمريكية مهما تبلغ من القسوة والوقاحة. تحت شعار رفضا للحصار وتنديدا بصفقة القرن وبحضور سياسي لبناني وفلسطيني واسع، إضافة إلى وفد كوبي، تحول الاحتفال مع فلسطين وكوبا وفنزويلا إلى مناسبة لتأكيد تعزيز التضامن وتطوير آلياته بين الشعوب العربية واللاتينية. رسالتنا إلى الشعب الفلسطيني: المقاومة هي كلمة السر، وهي أمر اليوم وكل يوم، هي الخيار الوحيد لمواجهة العدو المشترك لكل الشعوب وإسقاط ما يسمى صفقة القرن. ومع كوبا وفنزويلا ننخرط في الدفاع عن قضية فلسطين في وجه القوى الاستعمارية الإمبريالية ذاتها
ورأس حربتها في المنطقة الكيان الصهيوني الذي يعيث في فلسطين والمنطقة بأسرها قتلاً وتشريداً وتدميراً. من القدس وغزة إلى هافانا وكاراكاس، المعركة واحدة، هو حبل سري يربط النضال العربي بالثورة اللاتينية، موقف يشدد عليه المشاركون في هذه الفعالية التي تضمنت أيضاً تحية فنية. مواجهة التحديات المستمرة ولا سيما صفقة القرن والحصار الأمريكي هي الخيار الذي شدد عليه المشاركون في هذا الاحتفال، فالعدو بالنسبة إليهم واحد، والطلاق بين شعبين العربي واللاتيني هو حاجة سياسية وفكرية لمواجهة المشروع الأمريكي والصهيوني. جمال الغربي، صيدا، جنوب لبنان، الميادين. والآن إلى الموجز الاقتصادي في الظهيرة مع الزميلة أليسار كرم. مساء الخير أليسار. يبدو أن إسقاط الطائرة المسيرة قد أثرت بشكل رئيسي ليس فقط على الوضع السياسي بل الوضع الاقتصادي والبورصة السعودية تحديدا. بطبيعة الحال أسواق المال أسواق النفط كله يتأثر. التفاصيل معك وأخبار أخرى أكيد. شكرا لك. تفضل. أهلا بكم. تراجعت البورصة السعودية بعد إسقاط طائرة مسيرة أمريكية بصاروخ إيراني وانخفض المؤشر الرئيس 1.3%. المخاوف من وقوع مواجهة عسكرية كبيرة بعد إسقاط الطائرة أضعفت شهية المستثمرين وأدت إلى تراجع معظم البورصات العربية باستثناء بورصة دبي التي ارتفعت قليلا بفعل تعافي قطاع العقارات. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الحوار السنوي المباشر مع المواطنين أن الولايات المتحدة هي التي تخوض معركة العقوبات ضد بلاده، مؤكدا أن موسكو لا تريد أي نزاع أو توتر مع أوروبا وهي تسعى لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الجانبين. كل القيود التي فرضت أدت إلى تفويت عوائد على روسيا بقيمة 50 مليار دولار منذ عام 2014، بينما خسر الاتحاد الأوروبي 240 مليارا والولايات المتحدة 17 مليارا واليابان خسرت 27 مليارا، وهذه الأرقام تظهر أن العقوبات على موسكو أدت إلى فقدان فرص العمل لديهم وخسارة سوقنا مقابل منحنا إمكانية تطوير تقنيات صناعية فائقة تضاهي نظيرتها الغربية. أدت آمال بعقد اتفاق لإنهاء الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة إلى ارتفاع أسعار النفط إلى 63 دولارا للبرميل، وتسعى الولايات المتحدة إلى عقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني خلال قمة مجموعة العشرين المنعقدة في اليابان، لكن الصين لم تؤكد حتى الآن موافقتها على عقد هذا الاجتماع. كشفت تقارير إعلامية عن أن عملاق التكنولوجيا الأمريكي أبل يدرس نقل جزء من أعماله في الصين إلى دول في جنوب شرق آسيا، وذلك بسبب الحرب التجارية الدائرة بين بكين وواشنطن. الشركة الأمريكية طلبت من مورديها الأساسيين تقييم التكلفة المترتبة على نقل ما بين 15 إلى 30% من طاقتها الإنتاجية من الصين إلى جنوب شرق آسيا. قرار أبل يأتي بسبب ما وصفته بتزايد مخاطر الاعتماد على التصنيع في الصين، وأشارت إلى أن حل النزاع التجاري لن يؤثر في قرارها. أكد السفير الصيني في الجزائر أن الجزائر تعتبر خامس أكبر شريك تجاري أفريقي، لافتا إلى أن بكين تسعى إلى تعزيز التعاون في مجال البنى التحتية في الجزائر كونها دولة أساسية في مبادرة الحزام والطريق في القارة الأفريقية. وأكد أن البلدين يحضران لتوقيع مذكرات تفاهم في مجالات التبادل الثقافي والعلمي يكرس التعاون في المجالات السياسية والتجارية، وأكد المساعي لرفع التبادل التجاري الذي بلغ 9 مليارات و100 مليون دولار العام الماضي. قدمت اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة مساعدات نقدية جديدة ل60 ألف عائلة فقيرة في القطاع من خلال فروع بنك البريد، وتقدر المنحة المقدمة لكل عائلة ب100 دولار. وقال رئيس اللجنة السفير محمد العمادي إنه تم تخصيص 6 ملايين دولار لإعانة الأسر الفقيرة و4 ملايين دولار لتنفيذ مشاريع أخرى مستدامة، لافتا إلى أنه نقل يوم الأحد مبلغ 25 مليون دولار نقدا عبر معبر بيت حانون إلى قطاع غزة. وتمثل هذه المساعدات جزءا من المساعدة القطرية وقيمتها الإجمالية 30 مليون دولار شهريا.
بهذا نختم الموجز الاقتصادي ونعود من جديد إليك وفاء. شكرا لك أليسار. تواصل لجنة المال والموازنة البرلمانية اللبنانية مناقشة بنود الموازنة العامة للبلاد وسط ترقب لمواقف الكتل النيابية من البنود الخلافية قبل إحالة مشروع القانون إلى الهيئة العامة. التفاصيل مع عباس صبخ. الموازنة العامة في لبنان لم تسلك طريقها إلى الإقرار بعد، فالبرلمان يواصل مناقشة بنودها وسط توجس الحكومة من عدم الالتزام بنسبة العجز المحققة. أما القوى السياسية التي سبق ووافق معظمها على مشروع الموازنة فإنها ستعارض إقرار بعض البنود. المطلوب من هذه الموازنة هو تنشيط الاقتصاد، فبدل ما نروح نفتش على جيوب العسكر والمعلمين والأساتذة الجامعة والمواطنين عموما ب 2% وب 3%، خلينا نشوف وين الصفقات الكبيرة. كتل نيابية تتمسك برفضها فرض الضرائب على الطبقات الفقيرة وتسعى إلى تعديل بعض بنود الموازنة العامة. الموازنة لا تصبح موازنة إلا بعد إقرارها في الهيئة العامة، وهذا خاضع لتعديلات قد تطرأ حتى بعد إنهائها من لجنة المال والموازنة. الاعتراضات على المس بالمستحقات والرواتب لم تتوقف منذ إقرار مجلس الوزراء مشروع الموازنة، والعسكريون المتقاعدون يواصلون احتجاجاتهم في الشارع وسط خشية من محاولة ضرب المؤسسة العسكرية. لو أن الحكومة ذهبت إلى مكامن الهدر والفساد لجلبت للخزينة ملايين الدولارات، إنما هي ذهبت فورا إلى جيوب الموظفين والفقراء وذوي الدخل المحدود. الهدف من ضرب معاشات التقاعد ومعاشات العسكريين إضعاف المؤسسة العسكرية تمهيدا لتحييدها وتلزيم الأمن لشركات خاصة، خاصة أن صفقة القرن على الأبواب. أما أنظار اللبنانيين فإنها ستبقى موجهة إلى البرلمان في انتظار ما إذا كان النواب سيترجمون وعودهم ويسقطون الضرائب التي ستثقل كاهل ذوي الدخل المحدود. البرلمان اللبناني يواصل مناقشة مشروع الموازنة العامة للبلاد مع إصرار أحزاب وكتل نيابية على عدم تحميل الطبقات الفقيرة أي ضرائب، مع استمرار الاعتراضات على المس بمستحقات المتقاعدين وموظفي القطاع العام. عباس صباغ، بيروت، الميادين. لم يتبقى لنا سوى التذكير بأبرز عناوين الظهيرة. واشنطن تقر بإسقاط طائرة مسيرة لها، أعلنت طهران أنها انتهكت الأجواء الإيرانية، وقائد حرس الثورة يؤكد الجاهزية للرد على المعتدين. الجيش اليمني يستهدف قوات التحالف السعودي قبالة نجران وفي جيزان، والكونغرس يصوت اليوم لمنع ترامب من بيع أسلحة للرياض وأبوظبي. كالامار تؤكد للميادين أن هناك أسئلة حول مسؤولية بن سلمان عن قتل خاشقجي، وتقول أن احتجازه الحريري كان إذلالا وعملا غير طبيعي. أن تسحب قواتها من الأراضي السورية لأنها إذا لم تفعل فهي قوات احتلال. المعلم يدعو عبر الميادين تركيا إلى التوقف عن تسليح المجموعات الإرهابية وإلى سحب قواتها من سوريا. 24 حكما بالسجن مدى الحياة على متهمين بمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا عام 2016. وكان في الظهيرة وصول الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى بيونغ يانغ في زيارة تاريخية تستمر يومين. وبالتأكيد المزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى البث المباشر، يمكنكم زيارة موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغتين العربية والإسبانية، وكذلك صفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.